رمضان كريم، عيانين كتيرة بيجوا يسألونا على الدواء الغدة الدرقية كاستشارة أمراض الغدة الدرقية والصماء، إمتى ياخد الدواء؟ بالنسبة لدواء الثيروكسين اللي هو بيتاخد في خمول حالة خمول الغدة الدرقية، أهم شيء إن هو بيتاخد على معدة فاضية عشان ما قللش امتصاص الدواء. ففي رمضان فترة الإفطار ضيقة، فيا إما ياخده مع أذان المغرب بكوب عصير ويستنى له مثلا 20 30 دقيقة يقدر فيهم يصلي ويحضر الأكل، أو ياخده قبل ما ينام، بس أهم شيء يكون فيه ساعتين ما يكونش فيه أكل، ممكن يشرب سوائل بس ما يكونش فيه أكل. بالنسبة لنشاط الغدة الدرقية، وفي دواء تاني بتاخد له إما النيوميركازول أو الكاربيمازول، فده معظم الأحيان بنديه مرة أو مرتين في خلال اليوم، فما بيفرقش كتير مع مريض الغدة الدرقية خلال رمضان. أهم شيء بس لو الغدة نشطة كتير ولسه في بداية العلاج، ممكن يحتاج العيان إن هو يوقف صيام بحيث تنتظم الغدة، لأن في الوقت ده بيحتاج ياخده حوالي 3 مرات في اليوم.